يا سلام يا سلام يا سلام يا شوفي اللي عم تضربه يا حمادة. شو صار لك جنيت؟ هيدا معك ابنه لجورج؟ ما كل ما بيجي بيعمل مشاكل. سبوت برين فيو حمادة، غسل له سيارة وفولها بنزين. بليز اسمع الكلام. ماشي. انت ليه تأخرت؟ انت كنت جاي اساسا. ليه شو صار معك؟ صراحة ربنا ما دام متضايق من الاسلوب اللي انت بتعاملي بيه قدام ماك ده. وانا ما بتعجبني الطريقه اللي بتلخبط فيها الامور على بعضها وما بتقعد عارف حالك شو عم تعمل. يلا انا حطيت زيت على البنزين ده وقعد رخم وش مشاكل وكل ما يجي يعمل مصيبه وحضرتك اكتر واحده تعبت معاه. ايه مظبوط، بس ما لازم ننسى ان ابنه لجورج. عندك حق. هو فين عم جورج صحيح؟ ما بياكلش معانا ليه؟ راح يتمشى شوي، متضايق من اللي صار معك. شفت بقى ان انا كان عندي حق؟ طب وبعدين هنسيبه كده لوحده يعني؟ الله، طب انا انزل اجيب. حمادة ما في منه هيك. ايه يمكن. قفشتك يا عم جورج. مالك يا عمنا بس؟ يا بيجم يا عم فكها وصلي على النبي. عندنا في مصر يقول لك ايه؟ تبات نار تصبح رماد. Мне кажется, что мои дни подходят к концу. فكها فكها بقى بابا. Ты сказал, баба. О. Энте, юр, баба. طبعا يا عمنا انت ابويا. يلا بقى احسن هيخلصوا الاكل بعد كده هنندم. اكل هيخلصوه نيرفانا ولينا. يلا بشلي يلا بشلي بشلي.